من الحاجات اللي هي برضو كانت يعني حاجات بقى حدث ولا حرج برضو في مصر، ورق امتحانات ضايع يا ولاد الحلال. نشوف مع بعض المنادي ده بيقول ايه. من الحاج طه ناظر بيقول تاني ورق امتحانات ثالثة إعدادي بتاع نص السنة اللي لاقيه يبعت الإدارة التعليمية بالفشل، وله 5000 جنيه مقدمة من الحاج طه أبو الناصر. بيقول تاني انا عجبني جدا، نقول تاني وبيخبط وواجع ورق امتحانات. اتضح ان دول 50 ورقه لاحدى الناس في ثالثه اعدادي في الفاشن بني سويف، صعيدي يعني زي حالتنا. المهم انه الورق ده مش ورق اللي هو الاسئله، لا ده العيال امتحنوا، والاجابات اللي امتحنوا فيها الاخ اللي كان المفروض ينقلها مراقب اللجنه بيوصلها بالموتوسيكل فوقعت. المهم اتقبض عليه طبعا، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم علق على الموضوع ده وقال لك انه طبعا مخالف، وانه الراجل ده كان سجنوه بعدين بيقال انه هو ويعني عقاب والكلام ده كله. فده حد من اصحابه عمل الحكايه دي، قال لك طبعا وحتى لو اتلقى الورق ده مش هيعتد بيه، واي حد بيضيع ورق اجابته المفروض انه بياخد الدرجه النهائيه. بس طبعا دي من المفارقات اللذيذه جدا يا جماعه، فقط في مصر اوراق اجابات الطلبه بتضيع وبيطلع من نادي في الشارع. وقال لك ال5000 دي كانت بعد كده طلع تاني نادي ان هم 10000 جنيه مش 5000 بس. فالامور كلها طبعا صعبه جدا جدا. في مصر حمله ظريفه جدا بقى دلوقتي اليومين دول، انتوا عارفين كانت حمله خليها تصدي، فدلوقتي نتيجه للمصاريف الكبيره اللي هي للاسف بتيجي على عاتق الشباب عشان يتجوزوا، فراحوا مطلعين حمله قال لك ما تورطش نفسك وخليها تعنس. دول بيطلبوا مننا طلبات واحنا مش قادرين على الطلبات دي، فراحت بقى الستات والبنات قال لك طيب خليك في حضن امك وبيت بقى ايه، ومش عارف حد تاني قال لك اتوكسوا انتوا الاثنين. فدي بقى من الحاجات الجميله جدا في النهايه المواضيع دي، لانه في دلوقتي مشروع قانون جديد ان هو يدي للمراه حقوقها في امور كتيره جدا. فلكن للاسف طبعا يعني انه قال لك وخليها تعنس او خليك في حضن امك مش هتحل المشكله بالنسبه للمطالب الجامده في الجواز، وانه قصه ناس كتير علقت على كلمه تعنس دي مش مفروض انها تستخدم اساسا للبنت اللي هي بيعدي عليها وقت الجواز.